يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لعشرة الصبح في الاهلي. دايما بنتكلم معاكم عن فكره اهميه التاهيل النفسي والبدني لكل الرياضيين في مختلف الالعاب المختلفه، وخصوصا في وقت الاصابه. ده ملف في منتهى الاهميه، عشان كده هنتكلم فيه وبالتفصيل مع دكتور عادل توفيق، وهو مدير العلاج الطبيعي والتاهيل بالنادي الاهلي، وخير من يحدثنا في هذا الملف. صباح الفل يا دكتور، منورنا. بونجور يا دكتور، جدا والله سعداء بوجودك وعلى جميع مشاهدينكم. بكون في منتهى السعادة وشرف لأي حد نتواجد في قناة الأهلي طبعاً. نورنا يا دكتور عادل، وعايزة أبدأ مع حضرتك عشان الناس تبقى فاهمة أصلاً فكرة التأهيل النفسي للاعبين أو للرياضيين ابتدى إمتى، وإيه أكتر الدول في الوطن العربي، أنا بتكلم مش في أوروبا أو أمريكا، في الوطن العربي مهتمة بهذا الملف، أو أول من تحدثت أصلاً عن هذا الملف؟ هو طبعاً بأمانة مصر هي أول من تحدث عن التأهيل النفسي للمصابين أو اللاعبين في العودة من الإصابة، وده كان جانب مهم جدا، لان كنا بنقابل حاجه صعبه جدا مع اللاعبين، انه بيكون عنده ما يكونش عنده وعي باصابته او بحجمها او بكيفيه الرجوع في الملاعب مره ثانيه. فكان معظم حالات كثيره جدا شفناها في السابق، يعني 20 سنه اللي فاتوا، ان بيبقى اللاعب اتعالج واصابته بالفعل هو تم التئام كامل للاصابه وشفاء كامل، ولكن تظل الاصابه في دماغه، انه حاسس انه لسه ما بقاش فيت، خايف منها، مش عارف ابعدها. فكان واجب علينا ان احنا ناخد بقى الجانب النفسي في الموضوع، ونعمل توعيه بحجم الاصابه ونوعيتها وكيفيه سبل التاهيل اللي هيتعمل، علشان كمان انا ببقى محتاج من اللاعب او من المصاب ده التعاون بتاعه. انا مش بشتغل لوحدي، انا يعني الجيم بيبقى مان تو مان او وان تو وان، فانا زي ما بعمل شغل محتاج منه تجاوب، فالتجاوب ده مش هيجي بمردود مظبوط الا اذا كان عنده وعي كامل بحجم اصابته، مراحل شفائه، مراحل التاهيل اللي احنا بنمر بيها، ايه المتوقع بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثه، عشان اخد منه نتيجه مرجوه. فمصر كانت من اول الدول طبعا اللي اهتمت بهذا الجانب في الموضوع، لانه كان جانب مهم جدا، الجانب النفسي، عشان اكون بدي حاجه وهو المتلقي عارف هو بياخد ايه. طبعا اخد فيدباك. هو بالمناسبه ممكن اي مشكله او خلل او دروب نفسي يتحول الى مشكله عضويه؟ ده مسجل كتير جدا جدا، ان الجوانب النفسيه اذا كانت في ادنى حالتها فهي بتاثر على المناعه والاستجابه العضليه كمان للتمرينات اللي بتتعمل او البرنامج العلاجي اللي معمول، يعني ياخر التاهيل كمان. بمعنى ان انا لو الانسان بيبقى في نفسيه عاليه او معنوياته عاليه، هو بيتلقى بطريقه افضل، استجابته والاستجابه العضليه والعصبيه بتبقى اعلى، التوافق العضلي العصبي بتاعه بيبقى اعلى، فباخد منه اعلى مردود لما بيكون نفسيته او الجانب النفسي عنده عاليه. طيب خلينا نروح مع حضرتك بقى لتفاصيل العمليه نفسها بتتم ازاي. دلوقتي خلينا نقول ان في لاعب في اي رياضه إن كانت، حتى مش لازم كره القدم بس، تعرض لاصابه وهو يعني هيمثل للعلاج فتره معينه، عشان ارجعه تاني برضو اكيد الثقه بالنفس هتبقى مهزوزه بطبيعه الحال يعني. فازاي حضرتك الخطاب بيكون او طريقه العلاج في الفتره اللي هو ما بيلعبش فيها وقبل ما بيرجع يلعب تاني؟ هقول بقى ايه، ان انا ببتدي بحاجه اسمها حق المعرفه. حق المعرفه ده اللي هو المريض من حقه يعرف الاصابه بتاعته شكلها ايه، مراحل اللي هيتم فيها العلاج ازاي، يعني بيكون على علم بخطه العلاج كامله، حتى لو ما كانتش ثقافته تسمح بكده، انما بخاطبه على قد الثقافه بتاعته، بحيث لازم اوضح له اللي هنمشي ازاي. في صراحه بتكون واضحه، ما بنخبي حضرتك، ما بتخبيش او بتقلل من نسبه الاصابه، لا بهون ولا بهول، لازم يكون عارف بدقه هو ايه اللي حصل له وهيمشي معايا خطوات العلاج بتاعته هتتم ازاي. يعني حتى يمكن بيحضرني هنا حاجه كده بمناسبه الحق المعرفه، يعني كتير جدا من المرضى بيجي مثلا بيقول لي انا ماشي حقنت. طب حقنت ايه؟ ما اعرفش، هو الدكتور حقني في ركبتي حقني. طب يا جماعه انت بتدخل حاجه في جسمك ما انتش عارف ايه هي، مش انت ما انتش دكتور، انت مش مهم تعرف ايه مركب بتاعك، بس على الاقل تبقى عارف الهيستوري، يعني انت خدت ايه، علشان لما تيجي بعد كده في خطوات تانية تبقى تقول مثلا انا اخدت كذا. فدي مثلا حق المعرفه. حق المعرفه ده بيكون بقى لزاما عليا، ان انا بكون مع اللاعب او المريض بتاعي، لا بقول له اصابتك شكلها كذا، حجمها كذا، هتاخد مننا وقت كذا، كانه بالظبط شريك معايا وبيمشي معايا في خطوات العلاج. وده يعني انا عايز اقول لحضرتك، بعد ما بنعمل كده لا بيبقى في استجابه عاليه جدا، لان هو بنفسه بيشوف
مراحل التطور بتاعته ماشيه ازاي، الاستجابه بتاعته ازاي، بيبقى في مصداقيه كمان لما بيلاقيني مثلا قلت في الاسبوع الثالث هيبقى كذا، في الاسبوع الرابع هنعمل كذا، لما بيلاقي نفسه بعمل كده معاه لا بيصدق، بيصدق فعلا ان البرنامج صح وماشي فيه صح. طب احنا برضه عشان نبين ونبروز اهميه الحاله النفسيه وانعكاساتها الايجابيه او السلبيه على الجسد او على العضلات او على فكره العوده مره ثانيه، حتى بعيدا عن اصابات الملاعب، حتى يعني بعد الشر عن كل السامعين، لو حد مثلا عنده لا سمح الله سرطان مثلا، دايما يقال انه بتفرق كتير لو حالته المعنويه كويسه، ده هيساعد كتير في مقاومه المرض. الى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ انا عايز اقول لحضرتك لدرجه مثلا تعدي 60-70%، ان لما بيكون في الجانب النفسي عالي جدا بيعلي جهاز المناعه. انا لسه كنت بكلم حضرتك في حتتين، حته جهاز المناعه بيعلى لما بيكون الحاله النفسيه بتاعته عاليه، كمان الاستجابه العضليه والعصبيه بتبقى اعلى كتير مما لو كان في حاله نفسيه سيئه. بس اللي عنده مرض عضال لا سمح الله صعب ان تبقى حالته المعنويه والنفسيه كويسه. ايه وهنا بقى بيجي دور التاهيل، ما هنا بيجي دور التاهيل النفسي، ان انا زي عندي المقومات والقدرات ان انا اعلي معنوياته، بحيث ببين دايما الاجابات اللي موجوده. يعني النهارده لو انا مثلا عندي لاعب عنده اصابه في الرباط الصليبي مثلا وابتدى مثلا بيتاهل، انا ببتدي اديله الحاجات اللي هيبتدي يفكر فيها ازاي يعلي نفسه، بحيث يحس انه ايه، ان الاهداف قريبه. يعني كل ما هقربه من الهدف بتاعه كل ما هعلي معنوياته، كل ما الحاله النفسيه بتاعته هتعلى معايا، وكل ما هيبقى استجابته اعلى للبرنامج التاهيل اللي انا بعمله له. بيبتدي ده من اول ما ببتدي معاه الجلسات العلاج الطبيعي في الاول، وهو بنفسه لما بيحس ان الالام بتاعته بتقل، الحركه بتاعته بتزيد، النشاطات بتاعته اللي ما كانش قادر بيعملها ابتدى يعملها احسن او بألم اقل، ده بيزود من الاستجابه بتاعته بعد كده في البرنامج التاهيلي اللي هنعمله. طب دكتور عادل، خلينا نروح مع حضرتك كده لشويه يعني احداث فعلا حصلت. يعني تتذكر حضرتك لاعب معين كنت بتعالجه نفسيا، بس هو كان متدمر نفسيا، لان تختلف من شخصيه لشخصيه برضه بتفرق كتير جدا، وازاي قدرت يعني احكي لنا عن الحاله دي، وازاي قدرت ان انت تخرجه بره الحاله النيجاتيف دي، او يعني فعلا الشعور السلبي. فعلا قابلني طبعا حالات كتيره جدا، منها حالات ايجابيه كان زي كده. يعني كان حد من مش من اللاعبين العاديين كمان، ده كان من ذوي الاحتياجات الخاصه. لما كنت مشرف على اللجنه البارالمبيه المصريه كنت مدير المنتخبات، وكنت بعالج لاعب كان دخل دورتين اولمبيتين، وكان في الدوره الاولمبيه الثالثه كانت جايه، وكان عنده اصابه. الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك ان تجربتي مع كمان ذوي الاحتياجات الخاصه تجربه مميزه وفريده. اكيد عندهم قدره غير عاديه على تحدي الصعاب، عندهم قدره غير عاديه على ان هم يعدوا بنفسهم لبر الامان، وما خدش مني على فكره مجهود جامد جدا، بالعكس كان مجهود قليل جدا اللي عملته معاه، لان هو كان عنده مؤهلاته النفسيه مدياله القدره دي. فالحقيقه قدرنا في حوالي يمكن 3 شهور قبل الدوره الاولمبيه انه يرجع، كان بطل رفع اثقال بالمناسبه، مش هنقول اسامي بقى والله حتى لو حضرتك قلت اسامي دي حاجه تشرف. ورجع يعني ورجع الحمد لله وجاب ميداليه ما شاء الله، فكانت حاجه جميله جدا. حاجه جميله فعلا. طيب هو هل كل اللاعبين عندهم نفس التندنسي او نفس الاستعداد للعوده مره ثانيه؟ يعني هل الكل بيتساوى في فكره سرعه الاستجابه للعلاج؟ لا طبعا ما اقدرش اقول كده، لان هي في ثقافات مختلفه وفي قدرات مختلفه عند كل لاعب تاني، وفي في رغبات برضو بتبقى اعلى عند حوافز داخل الانسان بتختلف من واحد للتاني. لكن احنا بقى بنلمس هذا، انا بحسه من اللاعب قدامي، بشوف ايه الجوانب اللي ممكن بقى تعليه شويه، بضغط عليها وبلعب على الحته دي معاه. جزء كبير طبعا من شغلنا هو جزء نفسي، الى جانب ان الجزء المادي موجود او الرياضي موجود، ودي حاجات موجوده محطوطه في كتب معده مجهزه، لكن هو بقى الاختلاف كلها او الفاريشنز كلها بتبقى في الجانب بقى ايه النفسي في الانسان وتلقيه، هل ده ممكن، هل ده سهل، هل ده صعب، هل ده تقدر تجيبه ازاي، ايه اللي هتجيبه، الناحيه العاطفيه، الناحيه النفسيه، الناحيه المعنويه، البطولات، يعني انت بتلمس بقى كده وبتقدر تشتغل على الوتر اللي انت عايزه معاه. طيب لو هنتكلم يا دكتور عادل على اهميه يعني العلاج النفسي والتاهيل النفسي والكلام ده كله بجانب البدني، احنا ليه ما عندناش في كل رياضه، انا بتكلم في مصر عامه،
مش بس على المستوى الاهلي، في كل رياضه يبقى فيه مشرف نفسي او دكتور نفساني مرافق لكل فريق. هو ده، هو كان عندنا ايام فايلر، يعني ايام مش فايلر، ايام مانويل، مانويل جوزيه. ف هي حضرتك ده ايه، ده مش بس كده، ده هي احنا هي سبق شويه في الاعداد البدني الحته دي، بقى في دلوقتي معد بدني لكل رياضه. يعني معد بدني بتقولي لكل رياضه السباحه، عايز حد يكون فاهم قوي في رياضه السباحه عشان يعد ليها، كره القدم لازم يكون فاهم قوي في كره القدم عشان يعد ليها. يبقى فعلا ان يكون المعد النفسي كمان يكون فاهم في طبيعه الرياضه، لانه مهم جدا، مش بس هو بيعلي النفسيه، لا هو بيبقى فاهم طبيعه الرياضه ازاي، فلما هيهتم بالجانب النفسي هيبقى عارف اهتمام الانسان بالرياضه دي طبعاً، ونوعيه ادائه للرياضه، فيقدر يعده نفسيا علشان البرنامج التاهيلي يكتمل. لان زي ما بقول لحضرتك، والبرنامج التاهيلي بيعتمد على الدكتور واللاعب والمعد طبعا البدني والمعد النفسي. الشق النفسي هام جدا يا دكتور عادل، يعني ده حتى احنا اوقات غصب عننا الوقت بيشتغل في الاعلام، بيشتغل في مجال الناس بتشوفه بطبيعه الحال وبتسمعه وتبقى مركزه معاه، الواحد اوقات المود بتاعه بيبقى مش حلو، فيعني عشان تيجي وتاهل نفسك وتفصل وتبقى مركز وما تحسسش ابدا الناس ان انت عندك اي مشاكل، مع ان احنا بشر، فدي برضو محتاجه شغل. فيعني هو طبعا المفروض شغل نفسي تحديدا، المفروض يعني ان احنا خدنا بالنا من القصه دي، وخصوصا في السنتين الاخرين دول، اخرتين دول، بقى عندنا طبعا مشكله كورونا. كورونا اثرت على الناس كلها نفسيا، اثرت على دي نقطه مهمه على جدا، على اكل عيشهم، اثرت على ادائهم لعملهم، اثرت حتى على المود بتاعهم. ده عدد الطلقات كتر قوي يا دكتور عادل، والله العظيم انا بتكلم بجد مش بهزر. ده عشان كده بقول لحضرتك سنه كانت غريبه جدا، حاجات بتمر علينا. كورونا كشفت الامور بتخلينا بقى ايه، لا ده احنا ده الارم، ده جرس انذار، يعني يا جماعه بصوا الجانب النفسي ده حاجه مهمه جدا جدا، وحاجه يعني سبحان الله يعني غير عادية، قادرة تعمل فعل السحر في الإنسان. يعني بيقدر الإنسان يعمل يبدع ضعفين، بالظبط كده، ضعفين وثلاث أضعاف المجهود بتاعه، سواء كان بدني أو ذهني. يعني هو لو كان كمان معد ذهنيا كويس هيبقى الأفكار عالية جدا، هيقدر يبقى بنقول العصف الذهني برين ستورم شغال أكتر، بيبقى بدنيا كمان أعلى. فلا يعني نظرة تانية إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية للإعداد الذهني أو النفسي لكل شيء. طب بعيدا عن الرياضيين، الناس اللي هم محترفين في ممارسة الرياضة سواء بشكل نظامي تابعين لفرق أو حتى منتظمين في ممارسة الرياضة بشكل عام، الناس العادية بقى، في ناس كتير لما بتصاب بأي مرض هي كده كده تكوينهم وشخصيتهم بتميل إلى الإنهزامية، يعني استسلام مباشر. هل في الرياضيين حد ينفع تكون دي تركيبته او تكون دي شخصيته، ولا كونه رياضي ورياضي محترف ده بينفي على طول ان هو شخصيه انهزاميه؟ لا طبعا، واقصد بانهزاميه فكره انه يستسلم للمرض او يستسلم للاصابه. لا طبعا الرياضيين بصفه عامه لا ما عندهمش الحته دي، يعني الرياضي دايما او الرياضي اللي هو يعني ابتدى فعلا ياخد خطوات عاليه في الرياضه وابتدى يوصل لمراتب كويسه او مناطق كويسه في الرياضه، لا هو عنده دايما روح التحدي، عنده العزيمه، عنده الاصرار، بس طبعا بنسب مختلفه. أكيد. مش هقدر اقول يعني كله زي بعضه، لا هتلاقيهم بنسب مختلفه، في واحد عنده الاصرار عالي جدا جدا، مره واثنين وثلاثه ونفس الاصابه ويرجع تاني، زي مثال لعيبه كتيره، مش هنقول الاسامي برضه، عبد الواحد السيد مش عارف ايه، يعني لعيبه كتير جدا في المجال الرياضي بيصاب نفس الاصابه مرتين وثلاثه وبيرجع. ده بيبقى طبعا التالنت عنده عالي جدا والاصرار عنده، التحدي عالي جدا. وفي طبعا بصوره اقل، ولكن يبقى ان هم كلهم بتجمعهم ميزه واحده، ان هم عندهم القدره على التحدي، عندهم قدره الرجوع، بعكس الانسان العادي اللي ما بيمارسش الرياضه. الرياضه برضو بتحط دوافع، بتحط حوافز، دايما انت مستني، دايما بتحقق جديد، دايما باصص على هدف، دايما بتدور على الهدف بعد الهدف اللي بتجيبه. وده طبعا من غير تحيز ولا انحياز بنشوفه في الاهلي، يعني بنحقق بطوله بندور على الثانيه، بنخلص بطوله بننساها وبنبص على اللي بعدها. هي دي نموذج الرياضه اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا ما عنديش حد اقصى لطموحي، طموح مفتوح طول ما انا عايش، انا بحقق طموحاتي، باخد بطوله بدور على الثانيه، باخد الثانيه بدور على الثالثه وهكذا. كويس جدا. طيب لو هنتكلم تحديدا شويه على فكره الطب النفسي، لان حضرتك بتتكلم ان هو اهميته لا تقل عن يعني التدريبات واللياقه البدنيه وغيره، لان بني ادم لو عنده هذه الموهبه ولكن نفسيا مش سوي، هو ده دمر مستقبله، واحنا يمكن برضه شفناها على فكره في نماذج للاسف كثيره من الرياضيين. ف
فلو احنا بنتكلم ان هو مهم قوي كده برضو دكتور عادل، ليه ما بيبقاش فيه ثقافه توعيه اكتر؟ يعني ما هو احنا كاعلام بيبقى لينا دورنا، المتخصصين برضو لازم يبقى ليهم دور اكبر، الاهالي ممكن ان هم يكونوا برضو مش متقبلين ده. يعني خلي بال حضرتك، حضرتك ذكرت اللي هم اصحاب الهمم، اصحاب الهمم دول عشان اصلا يوصلوا للليفل دي لازم الاهل هم كمان يكونوا مؤهلين، يعني مش طبعا بس طبعا الفئه دي، لا والناس اللي بتساعدهم او اللي هم بتراعيهم. عشان كده يمكن وانا جاي وانا بفكر في موضوع الحلقه قلت فعلا يعني ايه، لا يعني انا هتارجت او ههدف المره دي ان انا اعظم من شان هو ده الاهتمام بالجانب النفسي او الاعداد النفسي، وده مهم جدا لان ادركت اهميته على مدار السنين فاتت، وادركت كمان ان هو لسه ما خدش حقه. يعني يا جماعه احنا بناخده بالصدفه، بناخده في وقته، لا انا عايز او بنتكسف منه، خلينا نقول دي ثقافه غريبه قوي يعني. وساعات بنتكسف ان اصل نفسيا ايه الاصابه النفسيه هي زيها زي الاصابه العضويه، هو حد لما بيجي له رباط صليبي بيتكسف ويخبي، او زي ما حصل مثلا عندنا في اول ازمه كورونا كانت الناس بتتكسف طول كورونا، يعني اصل تعبان شويه. دي حقيقه والله، اصل تعبان شويه، هي دي ثقافتنا. هو احنا ليه فعلا كنا بنتكسف نقول ان احنا عيانين؟ لازم نواجه نفسنا بقى، او من هنا لازم نواجه نفسنا ان الموضوع النفسي لا عادي، دي اصابه، انا رجلي اتجزعت، ايه المشكله يعني؟ انا نفسي اتجزعت. مش ممكن اقول كده؟ نفسي اتجزعت. جديده لا محتاج محتاج حد يظبطها لي، حد بالظبط كده، ومش عيب، وكلنا محتاجين حد جنبنا. صح صح. برضو على ذكر اصحاب الهمم او ذوي القدرات الخاصه، وخصوصا بحكم ان حضرتك عندك كمان سابق خبره في التعامل معاهم وبشكل مباشر، في يعني انا عايز اقف عند تفصيله كده بعيده شويه عن التاهيل النفسي الطبي، انا عايز اقف عند التاهيل النفسي الرباني. في ظاهره ملفته جدا للنظر، واكيد حضرتك يعني اكيد لاحظتها قبل كده، وخصوصا بين فئه فاقدي البصر، دي اعاقه مش سهله، والواحد لو حط نفسه في مكانهم صعب حتى يتخيل هيعيش ازاي. ومع هذا من اكثر الناس قوه في الايمان، ومن اكثر الناس رضا بالحال، ومن اكثر الناس وعيا وادراكا بكل ما هو محيط، وفي بعض الاحيان ممكن حضرتك تتجاذب اطراف الحديث مع حد منهم تشك ولو للحظه انه مبصر. دي جايه منين؟ هقول لحضرتك ليه بقى. حضرتك اثرت حاجه مهمه جدا، ال- 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 الحواس كلها سبحان الله ربنا موزعها لنا بنسب، كل حاسه ليها نسبه، وسبحانه وتعالى لما بيسحب او بيامر او بيشاء انه يسحب حاجه منهم بيروح معوضها في الحواس الثانيه. ما بتخسرش حاجه، حضرتك ما بتخسرش، كل النسب بتاعتك موجوده، ولكن اذا حس منهم توزيعتها هي اللي اختلفت، اهو كده، اذا حس منهم راحت او سبحانه وتعالى اشاء انه يعني يحرمنا منها، فبيروح معوضها في الثانيه، فتلاقي السمع اقوى طبعا، البلاغه اقوى، البصيره مش البصر بقى اقوى، صح جدا، مش هنخسر يعني، لا الموجود نسبك موجوده، حقك موجود، وصلك ما تقلقش يعني. فده يفسر لك قد ايه الناس اللي عندهم حاجه رايحه فعلا حلوه جدا، متعوض اطعم متعوضه في حته تانية على طول. طب لو رحنا برضو ان احنا يعني كنا محظوظين انا وكريم بصراحه ان احنا يبقى معانا برضو من اصحاب الهمم، يعني كان معانا اقزام وكان معانا اصحاب همم وغيره، وبرضو انا باكد كلام كريم، الناس دي تقعد معاها تحس ان هي يعني عندها قبول لحالتهم ولنفسهم اكتر من اي انسان سوي. عشان كده نرجع ونقول الاعاقه مش في الجسد خالص، صح. الاعاقه في فكرك انت ان انت ما تقدرش. أيوة. فلو انت شايف انك ما تقدرش تبقى دي اعاقتك. شوفي، بنرجع ازاي للمردود بتاعنا، انها الذهن بقى والنفس، الاعداد الذهني لتقبل الاعاقه او مش الاعاقه بقى، ان ايه الانسان يبقى ازاي في سلام مع نفسه وفي رضا، هما دول بقى الحاجتين، دول الحاجتين بتميزوا بيهم، في سلام نفسي بينه وبين نفسه ومع ربنا. بس الرضا مش معناه الاستسلام، لان في ناس بتفهم الرضا غلط، يقول لك خلاص هعمل ايه، لا ارضى بالنصيب اللي ربنا اداهولك، ولكن اسعى ان انت تبقى افضل وتعيش حياتك كويسه بالظروف اللي اتكتبت عليك. وهو ده اللي بنقول عليه. لكن رضا واستسلام عكس بعض تماما. لا في فرق، احنا بنقول سلام مش استسلام. لا انا بس باكد على النقطه دي، لاني قابلت كيسز كتير. لا الرضا ده مش معناه ان استسلم اللي انا فيه، الرضا بس ما اكونش حانق او اكون غاضب على نفسي، او افضل طول الوقت اقعد الوم في نفسي او الوم في الناس، تقبل او الوم يعني في المجتمع، او الوم استغفر الله العظيم في ربنا انه خلاني ليه كده. لا طبعا. صح. انما الرضا ان انا اكون راضي بما انا فيه، وادور على الاحسن، وادور على ان انا اكون اعلى من كده ان شاء الله بكتير. طب احنا فاضل يعني اقل من دقيقه ونص مثلا على نهايه الفقره، بس معاكم بيروح والله عشان حضرتك منورنا والله، وكلام معاك شيق جدا. اصعب موقف او اغرب حاله حضرتك تعاملت معاها
طول مشوارك؟ هو كانت حاله لحاله اصابه في الرباط الصليبي للاعب، بس ما كانش في النادي في الاهلي يعني، كان في نادي ثاني. وكان الحقيقه كان متوقع ان هو يعني انتهى يعني. الولد ده يعني كان جول كيبر، والحقيقه يعني انا عايز اقول ما يشبه المعجزه. وكان برضه كان الجانب النفسي كان مهم جدا بالنسبه له، وكان الجانب النفسي ده كان من خلال خطيبته اللي قالت له لو ما كنتش هترجع زي الاول، بتكلم بجد يعني هددته، قالت له ما كنتش هترجع زي الاول انا خلاص اعتبر ان الخطوبه اتفسخت، لانه كان مستسلم. كان خلاص يعني. الولد ده عايز اقول لحضرتك احنا برنامج الرباط الصليبي بيبقى في حدود مثلا من 6 شهور ل 8 شهور حسب الحاله. الولد ده في اقل من 6 شهور 4 شهور ونص تقريبا كان راجع ملعب، وكان حاجه بصراحه مش تأهيل نفسي، ده تأهيل عاطفي. ما هو ده برضه ده من ضمن نفسي برضه يا استاذ كريم يعني. أيوة. يعني داخل في اعلى نفسيه طبعا. وخد بالك ما هو فعلا يعني حضرتك بتتكلم في جانب مهم جدا، اداله حافز ودافع قوي جدا، وباين قد ايه ان هو بيحبها يعني، عشان كده رجع لها. جميل. احنا سعدنا جدا جدا بوجود حضرتك معانا، ونتمنى ان شاء الله اللقاءات تتكرر بعد كده كتير. انا بكون سعيد جدا بلقائي معاك، والله بيكون وقت جميل جدا. والله يا دكتور عادل يعني حتى القعده معاك فيها بوزيتيف انرجي يعني بجد حضرتك، وده جزء مهم جدا عشان احنا في اخر الحلقه. بس انا دايما والله باكد دايما لمرضايا، يمكن الكلام ده هيسمعوه دلوقتي يعرفوه، ان الطاقه الايجابيه هي حاجه مهمه جدا طبعا. جدا وان كانت مش محسوسه، ولكن انسان بيستشعرها بياخد منها قوة عالية جدا، بيقدر يكمل أو يقاوم أو يقدر يعني يحقق طموحات أكبر في حياته. الطاقة الإيجابية دي حضرتك عندك قدرة على تصديرها الحقيقة، ربنا يديمها عليك نعمة يا رب. نورتنا نورك بنا. يعني نستبشر خير ونأمل خير ونثق في نفسنا أهم حاجة، والصعوبات طبيعي إن هي تقابلنا بس إحنا لازم نعديها، هي دي النقطة. خلينا بقى نروح فاصل ونرجع بحضراتكم بعد كده، هيكون معانا كابتن فتحي نصير وملف المقاولون العرب والاهلي، ولسه برضو عندنا حديث طويل جدا بقى على النهائي الافريقي وغيره وغيره من الملفات بعد فاصل.